السلام عليكم وإلى حضراتكم نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم، نبدأ النشرة بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم على جمع من الضباط وضباط الصف والأفراد بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. وزارة الشؤون الرياضية تدشن جائزة إنجازاتنا في المجالين الرياضي والشبابي. عشرات القتلى والجرحى في غارات للطيران السوري ومعارك لقوات الحماية الكردية بريف حلب ومدينة عين العرب كوباني. إلى التفاصيل، أنعم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على جمع من الضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. رعى المناسبة على مدى يومين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعسكر بيت الفلج، حيث قام معاليه بتقليدهم ميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني تقديرا لإخلاصهم لخدمة وطنهم وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدس. وهنأ معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع الضباط والأفراد بهذا الإنعام السامي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء لرفعة هذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. شكرا سيدي. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمة الله. نفذت الخدمات الطبية للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى يومين فعاليات المرحلة البرية من التمرين الطبي المشترك تعاون طبي 3 في منطقة التمرين التابعة للجيش السلطاني العماني. تضمن التمرين عمليات التدريب على الإخلاء الطبي وتلقي العلاج لمختلف حالات الإصابات ونقل الجرحى من موقع الإصابة إلى الوحدات الطبية الميدانية وصولا إلى المستشفيات حسب خطة التمرين، كما تم التدرب على آلية التعامل مع الإصابات الكيماوية وطرق إخلاء المصابين وتطهير المواقع والمعدات المتأثرة. وقد ساند فعاليات المرحلة البرية من التمرين عدد من الوحدات التابعة للجيش السلطاني العماني وعدد من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني. ويستمر التمرين الطبي المشترك حتى 30 ديسمبر الجاري، كما يأتي في إطار تعزيز مجالات التعاون الطبي العسكري بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنفيذ العمليات الطبية العسكرية المشتركة. دشنت وزارة الشؤون الرياضية جائزة إنجازاتنا في المجالين الرياضي والشبابي، والتي تمثل دعم وتعزيز الإنجاز الشبابي فكرا وممارسة في مختلف المجالات. رأى حفل التدشين معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية. إنجازاتنا هي جائزة وزارة الشؤون الرياضية للإنجازات الشبابية التي استلهمت أهدافها من فكر جلالة السلطان المعظم الذي يؤكد دوما على الدور الهام للشباب لتحقيق أهداف النهضة الشاملة. مجال الترشح إن شاء الله راح يكون متاح لمدة شهرين، بصراحة إن شاء الله راح ينتهي في نهاية فبراير. هناك طبعا مجموعة من المحكمين راح يقوم بعملية المفاضلة بناء على معايير تم إقرارها من قبل اللجنة الرئيسية، وبالتالي إن شاء الله في شهر مارس راح يقام هناك حفل تكريم الفائزين بهذه الجائزة.
تسليط الضوء على أبرز الإنجازات الرياضية والشبابية التي تحققت خلال عام، وتعزيز ثقافة الشباب العاملين في القطاع الشبابي والرياضي، بالإضافة إلى تفعيل قنوات التواصل بين الشباب والجهات المعنية، هي أبرز ما تسعى إليه الجائزة لتعميق دور الشباب في التنمية المستدامة. سيتم النظر في مفاضلة بين الإنجازات، لن نقول تقييم لأنه في حد ذاتها هي كلها إنجازات. سوف نحاول أن ننظر إلى المستوى في المقام الأول، المستوى الذي تم تحقيق الإنجاز فيه، هل هو مستوى محلي أم مستوى إقليمي، هل هو مستوى دولي مستوى عالمي، ومن ثم لو سوف ننظر إلى قيمة هذا الإنجاز في البيئة التي حقق فيها. 174 ألف ريال عماني إجمالي قيمة الجائزة، موزعة على المجالين الرياضي الذي يشتمل على الإنجازات الرياضية الفردية والجماعية والمؤسسية، والمجال الشبابي الذي يشتمل على المجالات العلمية والفنية والاجتماعية، بالإضافة للمجال الأدبي. تأتي هذه الجائزة تشجيعا وحافزا للشباب العماني لدفعهم قدما لتقديم المزيد من الإنجازات الرياضية على المستويين المحلي والدولي. محمد بن ناصر الخليلي، محافظة مسقط. وسط مشاركة مجتمعية ورسمية، اختتمت الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية أنشطتها لعام 2014. اشتمل الحفل الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو السيدة عليا بن ثويني آل سعيد على تكريم للمرضى والمساهمين والداعمين من القطاع الخاص. أمراض الدم هي الأكثر انتشارا بالعالم من بين الأمراض الوراثية. 10% من سكان السلطنة حاملين لجين مصاب بأحد أمراض الدم حسب ما تشير الإحصائيات، ومن هنا جاءت ضرورة إشهار الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية قبل 6 أعوام حققت خلالها عدة أهداف صحية. وسائل الإعلام متعاونة معنا، وكذلك المؤسسات المجتمعية الأخرى ودور الجمعية، فبالتالي يعني الرسالة بدأت تصل، وبدأ كثير من الناس يقبلون على الفحص في مناسبات مختلفة، وإن شاء الله ربما في المستقبل سيكون هناك إقبال أكثر وأكثر على هذا الموضوع. ركزت الجمعية خلال هذا العام على أهداف استراتيجية، منها إصدار بروتوكول لعلاج الأنيميا المنقلية والثلاسيميا بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس، سعيا لتوحيد علاج المرضى في كافة محافظات السلطنة، وقريبا تفتح الجمعية فروعا بالمحافظات. وزارة التنمية الاجتماعية الآن يعمل على تنظيم لفتح أفرع، فإلى أن يتم إشهار أو إعلان هذا التنظيم قانونيا نحن نعمل مع فرق في مختلف المحافظات، والحين عندنا 3 فرق، نأمل أن يتم تفعيل فريق آخر في نزوة. كرمت الجمعية خلال حفلها السنوي المؤسسين والمساهمين والأطباء الذين ساهموا في تفعيل الأنشطة والبحث العلمي والمستجدات في علاج أمراض الدم الوراثية. من ضمن الأشخاص اللي تم تكريمهم هم المرضى، وأيضا كل من ساهم ودعم هذه الجمعية. أتمنى جميع أفراد المجتمع أنهم فعلا يتطوعوا ويساهموا ويشاركوا لدعم مثل هذه الجمعية اللي هي فعلا تقدم خدمة لأبناء هذا الوطن. رؤية الجمعية بأن تصل خدماتها إلى كل بيت عماني بحلول عام 2020 لن تتحقق بمعزل عن مشاركة أفراد المجتمع للمساهمة في الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية. كرمت وزارة التربية والتعليم 50 عضوا وعضوة من المعلمين والطلاب والإداريين المساهمين في إنجازات المنتدى التربوي الإلكتروني. التكريم يأتي تحفيزا للجهود التي بذلوها لتطوير المحتوى ومضمون المنتدى الذي بدأ واضحا فيه التفاعل الكبير للعاملين في الحقل التربوي. أعضاء المنتدى التربوي الإلكتروني وصناع نجاحاته يحظون بالتكريم السنوي ويحتفلون بالمنجز، يكتبونه بماء الذهب. وما حصوله على المركز الأول في مسابقة جائزة عمان الرقمية كأفضل مواقع إلكترونية في فئة المنتديات إلا دليل على ما وصل إليه من رقي وإبداع في كل المجالات، خصوصا وقد أردف ذلك الفوز بفوز آخر مستحق في ذات المسابقة في فئة الخدمات الحكومية، وإنه لإنجاز يكتب بماء الذهب
أكثر من 200,000 عضو وعضوة ساهموا في إثراء المنتدى بالمشاركات الفاعلة التي ينظر إليها المعنيون بعين الرضا ويتطلعون للأفضل. المنتدى كبر وينمو بفضل القائمين عليه يعني من 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 إدارة، وأصبح مكتسب لا يمكن يعني إلا وأن يطور، وإلا وأن يعني يدعم، وإلا وأن يعني يمكن من أن يكون أكثر فعالية خلال المرحلة القادمة. أبريت المنتدى التربوي فقرة منحت الحفل بريق الفرح، كلمات لامست مشاعر المحتفين. وبلمسة زر فاعلة بنيت الأفكار، واستحق المساهمون بالنجاح أن ينالوا لحظات التكريم لجميع الفئات المشاركة. تعليمية شمال الباطنة الحائزة على المركز الأول حضرت للتكريم للمرة الثانية على التوالي. حصلت شمال الباطنة على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي بسبب تكاتف جهود العاملين في الحقل التربوي بتعليم شمال الباطنة، وسعي المنتدى لتوظيفه بطريقة تخدم العاملين في الحقل التربوي من خلال تنفيذ برامج تدريبية إلكترونية وبرامج تدريبية مباشرة. المنتدى التربوي أصبح يمثل المساحة المفتوحة الأكبر طبعا بين جميع شرائح المجتمع، نتيجة طبعا ولوج معظم الناس طبعا إلى المنتدى التربوي والمواقع الإلكترونية. وكختام أي فرحة وطنية تحتفي بالإنجاز، ابتهج المكرمون بكلمات العازي. أيواب لله هذا المنتدى قاد المسيرة مرشدا، للكل خد مد اليدا فمضى كريما إذ عبر. رغم وجود وسائل الاتصالات الحديثة بنشاطها المتواصل وفتور بعض المنتديات الإلكترونية، يبقى المنتدى التربوي النافذة النشطة في التواصل مع الآخرين، نشاط أشعل جذوته هؤلاء المكرمون. عبد العزيز بن حمد العجمي من مسرح وزارة التربية والتعليم بلوطية مسقط. وإلى الملف السوري، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل وإصابة 100 شخص إثر تنفيذ الطيران الحربي السوري 6 غارات على مناطق في مدينة الباب وبلدة قباسين اللتين يسيطر عليهما تنظيم داعش بريف حلب الشمالي الشرقي بسوريا. وأشار المرصد إلى أن 44 عنصرا على الأقل من داعش قتلوا في معارك مع قوات كردية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وفي مدينة عين العرب كوباني الحدودية مع تركيا، موضحا أن المعارك دارت في قرية أبو قصايب التي أعلنت قوات الحماية الكردية استعادتها من أيدي التنظيم. دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد إلى أن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط برمتها، طالبا دعما أكبر للجهود التي يبذلها المؤيدون للحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وحث البابا الجميع من مسلمين ويهود ومسيحيين إلى العيش معا في مساواة واحترام، خصوصا في القدس، كما تطرق إلى النازحين واللاجئين من أطفال ومسنين في المنطقة والعالم أجمع، معربا عن الأمل في أن يحصلوا على المساعدات الإنسانية اللازمة للاستمرار في فصل الشتاء، وخاصة الأطفال والمسنين. ودعا بطريرك اللاتين في القدس فؤاد طوال من جانبه إلى إحلال السلام في القدس وإعادة إعمار غزة خلال قداس الميلاد في بيت لحم، والذي شارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ذكرت مصادر عسكرية أن صاروخا أصاب صهريج تخزين في ميناء سدر النفطي قرب مدينة سرت الليبية الذي يعتبر أكبر ميناء تصدير النفط في ليبيا. أوضحت المصادر أن الطائرات الليبية قصفت مواقع لميليشيات مصراتة المسلحة، مشيرة إلى أن جماعة مسلحة هاجمت مناطق في مدينة سرت وقتلت 19 عسكريا من كتيبة تابعة للجيش الليبي كانت مكلفة بتأمين وحماية محطة كهرباء غرب المدينة.
وافقت مجموعة الاتصال الخاصة بالأزمة الأوكرانية خلال اجتماعها في مينسك على تبادل جميع السجناء مع الحكومة الأوكرانية، كما أبدت منطقتا دونيتسك ولوهانسك استعدادهما لتسليم 150 من القوات الأوكرانية في مقابل الإفراج عن 225 سجينا من الانفصاليين. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن سعي أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي يشكل خطرا على الشعب الأوكراني والأمن الأوروبي، وأن الغرب يستغل مسعى الانضمام للحلف لتأجيج المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، معتبرا منح عضوية الحلف لأوكرانيا يشكل تهديدا عسكريا مباشرا. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. جمعية هواة العود تحيي حفلها الموسيقي السنوي شدو المقام الخامس بعزف مقطوعات كلاسيكية وعربية. وبعد ما شاهدتوا كيف ان الحياة مليئة بالاختصارات، خلوني اخبركم عن صديقي حمد. حمد انسان رائع ويحب النظام، لكن في يوم من الايام كان مهموم وطالع مع زميله سالم. ما اطول عليكم، سمعوا السالفة. مهموم اشوفك يا ابو شهاب، ايش فيك متقدر الخاطر؟ بكعوب تشكي او منصاب، قلي وانا اخوك للجابر، قلي وانا اخوك للجابر. يا اخوي مشكي بلا ولا عود ولا شاكين من هاجر مزيون، خالفني رادار وانا سوق ومبعادتي اكسر القانون، ومبعادتي اكسر القانون. سويت يا اخوي فعل شين، ادفع غرامه وذا دستور، الشرطة سوت نظام زين، دفعك ترون وبلا طابور، دفعك ترون وبلا طابور. دفع الكتروني بلا طابور. www.rop.gov.om اختصرها احسن وريح بالك. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم على جمع من الضباط وضباط الصف والأفراد بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. وزارة الشؤون الرياضية تدشن جائزة إنجازاتنا في المجالين الرياضي والشبابي. عشرات القتلى والجرحى في غارات للطيران السوري ومعارك لقوات الحماية الكردية بريف حلب وبمدينة عين العرب كوباني. أهلا بكم من جديد.
التقى معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية مع معالي سيد ناير حسين بخاري رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وبما يخدم شعبي البلدين. استعراض أوجه التعاون وسبل تعزيزها بين السلطنة وباكستان كان في صلب لقاء معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية مع معالي سيد ناير حسين بخاري رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له. تم خلال المقابلة التطرق إلى الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية والتشريعات المنظمة لقطاع الخدمة المدنية. وعقب اللقاء قام معالي الضيف الباكستاني والوفد المرافق له بزيارة القاعات مخصصة لإجراء الاختبارات التحريرية للوظائف واستمع لشرح عن نظام التوظيف المركزي. أكد ملتقى البريمي السياحي بمحافظة البريمي على أهمية استثمار المقومات السياحية والجمالية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها ولايات المحافظة. وشهد الملتقى حضورا من مختلف شرائح المجتمع ليكشف عن رغبة مجتمعية في تسريع عملية تطوير المحافظة خلال المرحلة المقبلة. ملتقى البريمي السياحي الذي تنظمه إدارة السياحة بالمحافظة شهد تفاعلا كبيرا من الحضور والذي تقام فعاليات بحسن الحلة نظرا لمدى جاذبية المحافظة وموقعها الاستراتيجي وما تزخر به من مفردات ومقومات سياحية وما تمثله من بيئة حاضنة وموقع متميز للاستثمار السياحي ومعبر للزائرين. نشجع الإخوان المهتمين بالجوانب السياحية بحقيقة بذل المزيد في هذا الجانب لتطوير السياحة لكي تكون رافد حقيقي لاقتصادنا الوطني وإيجاد فرص العمل. تنوعت فعالياته المنفذة على مدى 3 أيام من خلال العروض الطلابية الترحيبية والتناغم مع الموسيقى العسكرية بالإضافة إلى الكلمات الوطنية التي عبرت عنها الفرق الحماسية والقصائد الشعرية ناهيك عن تدشين الكتيب السياحي الذي يحكي عن المفردات السياحية والطبيعية للمحافظة وتقديم ورقة عمل عن صناعة السياحة بالمحافظة بالإضافة إلى رحلة ترفيهية سياحية لوادي خميس أحد أبرز الأودية بالمحافظة. المعرض المصاحب لملتقى محافظة البريمي السياحي كان شائقا ومتنوعا من خلال معروضاته وإبداعاته، وكانت السلع والمقتنيات الأثرية والخدمات السياحية والإمكانيات والفرص الاستثمارية ناهيك عن المأكولات الشعبية الأبرز حضورا بين المعروضات. محافظة البريمي تتميز بمواقع سياحية متميزة، ومن خلال مشاركتنا في المهرجان الأول السياحي حاولنا نعرض بعض منتجاتنا المحلية التي تجذب السائح لشرائها واقتنائها. يضم معرض مشغولات يدوية وحرفية من جميع رواد الأعمال، مختلف المنتجات وفقرات المعرض كانت جدا جميلة، والرحلة أيضا مما يؤدي هذا إلى جذب السياح إلى مختلف محافظات السلطنة. ملتقى البريمي السياحي جاء فرصة ليعرف الجمهور بالمقومات السياحية والاقتصادية التي تزخر بها ولايات محافظة البريمي. سلطان بن خميس الإحيائي، محافظة البريمي. استقطب صندوق الرفض المتنقل في ولايات محافظة الوسطى عددا من الباحثين عن عمل ورواد الأعمال الذين أبدوا رغبتهم الحقيقية لبدء مشاريعهم الخاصة. نعم، وتمكن صندوق الرفض حتى الآن من تمويل 10 مشاريع نوعية في محافظة الوسطى تدار بأيد عمانية خالصة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. صندوق الرفد المتنقل يسعى إلى تكريس ثقافة التشغيل الذاتي بين أوساط الشباب العماني الباحث عن العمل وبين أوساط رواد الأعمال من خلال الوصول للشباب في ولاياتهم، وهذه المرة محافظة الوسطى. هدفها هو تنمية الشباب العماني وإتاحة فرص عمل جديدة وأن يصبح المواطن العماني مالك لمشروع منتج
يدر عليه وعلى عائلته وعلى مجتمعه. هذا المشروع في ولاية هيمة جاء ثمرة من ثمار الصندوق، وهو يعد أول مشروع يقوم الصندوق بتمويله في الولاية ليفتح مجالا رحبا أمام الشباب العماني الذي يتوق لتأسيس مشاريع ذاتية في محافظة تعد من المحافظات الواعدة اقتصاديا. احتفلنا في ولاية هيمة بافتتاح أحد المشاريع النوعية التي مولها صندوق الرفد في هذه المحافظة وبالتحديد في ولاية هيمة، ويتمثل هذا المشروع في مطبخ أو مطعم شعبي يدار من قبل أحد الشباب العمانيين الذين قاموا بتأسيسه في هذه الولاية. كما قمنا في أيضا اليوم بتقديم ورقة عمل بولاية هيمة مواكبة كذلك لزيارة فرع صندوق الرفد المتنقل لهذه الولاية. نحن سعيدين بأن يكون هذا المشروع في محافظة الوسطى لكي يخدم جميع شرائح المجتمع ويخدم الشراكات العاملة في المحافظة، ونشكر صندوق الرفد الذي دعم هذا المشروع ويدعم الشباب العماني الطموح، وأنا كشاب عماني سعيد بهذا الدعم الذي قدمه لي صندوق الرفد. الصندوق وضع برنامج عمل لزيارة ولايات الدقم والجازر وهيمة ومحوت، حيث يعمل فريق الصندوق المتنقل على تنظيم محاضرات ولقاءات مباشرة مع أفراد المجتمع لشرح رؤية الصندوق ومجالات الدعم التي يقدمها وآلية الاستفادة من أوجه الدعم. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الوسطى، ولاية هيمة. نظمت لجنة ترابط للعمل الاجتماعي في ولاية صلالة ملتقى المتطوعين الثاني، حيث هدف إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية العمل التطوعي. رعى الملتقى سعادة الشيخ سالم بن عوفية الشنفري رئيس بلدية ظفار. بهدف تكريس فكرة العمل التطوعي وتعزيز دوره في المجتمع، نظمت لجنة ترابط للعمل التطوعي ملتقى المتطوعين الثاني، وذلك بمنتجع كراون بلازا بصلالة. أود أن أشكر الشباب العماني شبابا وشابات وكل منتسبي هذه اللجنة الخيرية الذين طافوا عمان من شرقها وغربها شمالها وجنوبها وسهروا الليالي وتحملوا مشقة السفر من منطقة إلى منطقة. أود أن أوجه لهم التحية والاحترام والتقدير والثناء على الجهد المشكور الذي يقومون به في كل أنحاء سلطنة عمان. وقد تخلل هذا الملتقى عرض لعدد من الأفلام القصيرة التي تعرف بطبيعة العمل لبعض هذه الجمعيات والفرق التطوعية بالسلطنة. نقل الفكرة، احنا نستفيد من أفكار الأخوة في السلطنة وننقلها للأخوان في المملكة العربية السعودية وتبادل خبرات. يعني الفريق قدم خدمات كثيرة تقريبا، يعني احنا ما بس ماسكين ولاية السيب، اغلب ولاية السلطنة تحت اشراف الفريق. يوجد لدينا مبنى خاص للفريق في ولاية السيب يتكون من عشرات المتطوعين، يمكن ما اقول عشرات او الاف المتطوعين. الفريق عنده نظام في كفالة الايتام، وصل عدد الايتام عندنا لله الحمد الى 2120 يتيم، عندنا كفالة اسر معسرة. الفريق يشرف على 52 ولاية، عدد المتطوعين في الفريق وصل إلى تقريبا إلى 5000 متطوع. تدريب المشاركين على كيفية الإقناع والتأثير وفن التعامل مع المستفيدين من الخدمات التطوعية من أبرز أهداف هذا الملتقى. إحنا دورنا هنا كفريق في محافظة ظفار مكمل للجمعية الأم اللي هي الجمعية العمانية للأصدقاء المسنين والفرع الرئيسي للجمعية في ولاية نزوة. عملنا هو تعريف المسن بالخدمات الحكومية والاجتماعية من الناحية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمسن، ومساعدتهم للحصول على التشريعات الرسمية للمسنين وتقديم خدمات اجتماعية وترفيهية للمسنين على مستوى المحافظة في كل الولايات. يعد العمل التطوعي ظاهرة اجتماعية للدلالة على حيوية المجتمع ومؤشر جيد للحكم على مدى تقدم الشعوب ورقيها. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار.
استعرض حفل تكريم المجيدين في البرامج الإرشادية والتوعوية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية دور الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس. تم خلال الحفل تكريم الفائزين في مسابقة حقائق للحياة. جيدة استعرضها حفل تكريم المجيدين في البرامج الإرشادية والتوعوية في مختلف المجالات المتعلقة بعمل الأخصائي الاجتماعي. فهنا تجربة أحمد الحسني في مجال الإبداع العملي، فيما قدم يوسف الصوتي تجربته التي حملت عنوان بالعمل التطوعي نخدم المجتمع. تسعى وزارة التربية والتعليم للاهتمام بالطالب من جميع جوانبه، وتركز كثيرا على دور الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين نظرا لما لهذه الفئة من دور بارز في العملية التعليمية وفي توجيه أبنائنا الطلبة والطالبات نحو بناء الشخصية المتكاملة للمواطنة. بحوث الطلبة في مجال حقائق للحياة هي الأخرى طريقا نحو البحث والاطلاع لدى طلبة المدارس وللسعي نحو التميز والإجادة واكتساب معارف جديدة كقيمة مضافة لهؤلاء الطلبة. والله البحث كان موضوع الصحة النفسية، لأن رأيت أن الصحة النفسية غير متطرق لها في برنامج حقائق الحياة، فحبيت أني أشارك فيها لأن حسيت أنه موضوع جديد. أضاف لي البحث الأمراض اللي درستها، طبعا كانت الاكتئاب ومتلازمة داون، أضاف لي أني عرفت هذه الأمراض وعرفت كيف علاجها وأعراضها. بحث عن السكري من النوع الثاني، تعرفت على هذا المرض وتعرفت أيضا على أسباب هذا المرض والمضاعفات الذي يحدثها هذا المرض، وكما نعلم أن المرض منتشر بشكل كبير في السلطنة. أيضا تعلمت كيفية إعداد هذا البحث، هذا النوع من البحوث، وكيفية إعداد استبيانات وكيفية الحصول على مصادر المعلومات من أجل البحث. التكريم والتعزيز له قيمة عالية أمام المجيدين، فهو إنجاز يضاف إلى رصيد الساعين نحو التفوق والنجاح. إدارات المدارس عشان تحقق مشاريع وخطوات ترقى فيها على مستوى السلطنة. بالنسبة لحقائق مسابقة بحوث حقائق الحياة نفس الشيء، طبعا هي مشاركة من قبل طلاب المدارس وخصوصا في الصف العاشر، يقدمون بحوث ذات مواضيع معينة ومحددة من قبل وزارة الصحة. عندما يكون الإبداع طريقا للتميز والنجاح فهنا نلتمس جودة العطاء، وهذا ما قدمته تجارب الأخصائيين الاجتماعيين بتعليمية شمال الشرقية. أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرة محافظة شمال الشرقية. والآن إلى مسلوات وآخر أخبار الاقتصاد. شكرا بثينة وقيس، طابت أوقاتكم وتتابعون في الموجز الاقتصادي. مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يحقق ارتفاعا كبيرا بإجمالي تداول يجاوز 66 مليون ريال عماني. مواصلا التقدم الإيجابي، حقق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا قويا هذا الأسبوع. الارتفاع تخطى حاجز 700 نقطة بإجمالي قيمة تداول جاوزت 66 مليون ريال عماني. استفادت سوق مسقط الأوراق المالية هذا الأسبوع بمؤشرات إيجابية، خاصة من تصريحات مسؤولين بدول الخليج، والتي أكدت هذه التصريحات على متانة واقتصادات دول المنطقة، وأدت إلى ارتفاع جميع أسواق المال الخليجية ومنها سوق مسقط الأوراق المالية الذي سجل ارتفاعا قويا هذا الأسبوع ب 749 نقطة وبنسبة 13.16% مسجلا في آخر جلساته 6430 نقطة. ارتفاع المؤشر العام رافقه كذلك هذا الأسبوع نشاط وارتفاع في قيمة التداول، ارتفعت إلى 66 مليون و805 آلاف ريال، فيما تم التداول بأكثر من 157 مليون سهم وتنفيذ 10722 صفقة. على صعيد القطاعات الرئيسية، أغلقت جميع القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع في المنطقة الخضراء، وأبرز الرابحين مؤشر القطاع المالي حيث ارتفع
بأكثر من 14% ليصل إلى مستوى 7854 نقطة. يليه في الارتفاع مؤشر الصناعة، ارتفع ب 867 نقطة ليصل إلى مستوى 8315 نقطة. وكذلك الصعود لمؤشر الخدمات بأكثر من 6.5% إلى مستوى 3543 نقطة. الشركات الأكثر نشاطا في عدد الأسهم المتداولة تصدرها هذا الأسبوع سهم الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار بعد أن تداول المستثمرون على سهم الشركة بأكثر من 23 مليون سهم، وأغلق سعر سهم الشركة مرتفعا عند سعر 156 بيسة. أما بالنسبة للشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة تصدرها سندات التنمية الحكومية الإصدار 45 بقيمة جاوزت 19,797,000 ريال، وأغلقت عند سعر 104 ريالات و195 بيسة. شهد سوق مسقط هذا الأسبوع تداول أسهم 67 شركة، أغلقت أسعار أسهم 55 شركة في المنطقة الخضراء، وأبرز الرابحين الخليج الدولية للكيماويات وعمان للاستثمارات والتمويل والمها للسيراميك والأنوار القابضة والخليجية لخدمات الاستثمار، في حين تراجعت أسهم شركة واحدة فقط وهذه الشركة هي كلية مجان التي تراجعت ب 398% إلى سعر 500 بيسة. كان هذا أبرز ما لدينا في تعاملات سوق مسقط للأوراق المالية هذا الأسبوع. قدم رئيس الوزراء التايلندي برايوت شانوتشا الصين كنموذج جيد للتنمية الاقتصادية، وذلك في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الحكومة بمناسبة نهاية العام. وجاءت كلمة رئيس الوزراء التايلندي بعد يومين من زيارة قام بها للصين بهدف توثيق العلاقات معها بعد برودة العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا. وعبر برايوت عن أمله في أن تحذو بلاده حذو القوة الإقليمية الكبرى الصين كنموذج ناجح في المنطقة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية. ولا يزال اقتصاد تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا راكدا، وإن بدأت تظهر عليه علامات على أنه سيعود إلى سابق عهده. قالت روسيا إن أزمة عملتها الروبل قد انتهت، محذرة في الوقت نفسه من أن يتجاوز التضخم 10%، وهو ما يزيد المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998. وشهد الروبل هبوطا لأدنى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام العمود الفقري لاقتصاد روسيا، وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية. لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها ولخفض التضخم كضامن للرخاء في روسيا بعد سنوات من الاستقرار. توقعت تقارير اقتصادية زيادة مبيعات سيارات شركة هيونداي الكورية بوتيرة أسرع خلال العام المقبل مقارنة بالعام الحالي، حيث من المرجح أن يقود الطلب القوي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند هذا النمو. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن معهد البحث الكوري للسيارات توقع أن تصل مبيعات السيارات في العالم إلى أكثر من 87 مليون وحدة العام المقبل، بارتفاع نسبته 0.9% مقارنة بالعام الجاري. تدرس حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد بقيمة 92 مليارا و200 مليون دولار في واحدة من أولى خطواته السياسية بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء. ومن المتوقع أن تخصص الحزمة تريليون ين للتعافي في المناطق المنكوبة بالكوارث في شمال شرق اليابان والتي دمرها زلزال تسونامي في مارس 2011. ومن المحتمل أن تخصص الحكومة أيضا 250 مليار ين لدعم المعيشة وإجراءات تعزيز إنفاق المستهلك، وتخصيص 170 مليارا أخرى لإجراءات مكافحة تراجع معدل المواليد. نهاية الموجز الاقتصادي، وهذه عودة إلى قيس وبثينة وبقية أخبار النشرة. شكرا موسى.
بعزف 5 مؤلفات عمانية أحيت جمعية هواة العود حفلها الموسيقي السنوي شدو المقام الخامس. الحفل تضمن مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية العالمية وتنويعات من الموسيقى الخليجية والأغاني العربية وفقرة العازفين الصغار. شدو المقام الخامس عنوان الاحتفالية التي نظمتها جمعية هواة العود، حيث تناغمت فيها المقطوعات الموسيقية، أعمال موسيقية مختارة بينها إيقاعات عمانية صاحبت عزف الموسيقى الكلاسيكية. كانت أول مشاركة لي في شد المقام الخامس هذا، فكانت دعوة من جمعية هواة العود، فقدمت تقريبا مقطوعة بسيطة، يعني مش مقطوعة، يعني صول عود في من ضمن الأغاني الخليجية. فانتازيا شرقية وغربية وتنويعات على الموسيقى الخليجية والأغاني العربية. الحمد لله رب العالمين، مثل ما شفتوا أدوا اللي عليهم وزيادة وقدموا مستويات كثير جميلة، سواء بالمستويات التكنيك تقنيات عالية أو بالشرقي الخليجي السهل الإحساس الممتع أو أيضا بالمقطوعات الأكاديمية. شدو المقام حفل سنوي اعتادت جمعية هواة العود تنظيمه كنتاج لفعالياتها خلال العام، يضيف للمشهد الموسيقي العماني. اختتمت على مسرح أوبار بالمديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار فعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الثاني لكليات العلوم التطبيقية بصلالة. رعى فعاليات الاختتام سعادة الشيخ عبد الله بن سيف المحروقي نائب محافظ ظفار. كلية العلوم التطبيقية بصور. أجمل لحظات الفرح التي تأتي دائما وليدة إنجاز بعد تعب وعمل دؤوب، هكذا كانت فرحة طلاب كلية العلوم التطبيقية بصور عندما أعلنت لجنة التحكيم بفوزهم بأفضل عرض مسرحي وحملت عنوان المنجور. الحمد لله رب العالمين، كنت موفق في اختيار النص المنجور للأستاذ الكاتب المسرحي أستاذ عبد الله البطاشي. الحمد لله رب العالمين، تم عرض هذه المسرحية على خشبة المسرح بأكمل وجه، وكل ما تتضمنه من رسائل أعتقد أنها وصلت للجمهور. فعاليات المهرجان المسرحي الجامعي الثاني الذي نظمته وزارة التعليم العالي بمشاركة 8 مؤسسات تعليمية تمثل كليات العلوم التطبيقية من مختلف المحافظات بالإضافة إلى جامعة ظفار وجامعة الشرقية، شهدت تنافسا كبيرا بين الفرق المسرحية، واستمر المهرجان 4 أيام. وزارة التعليم العالي حريصة كل الحرص على الاهتمام بالمسرح، لما للمسرح من رسالة سامية يؤديها، هناك الكثير من القيم والمبادئ التي من الممكن في الحقيقة أن نغرسها في أبنائنا الطلبة والطالبات من خلال العروض المسرحية التي هي في الحقيقة يعني مجال ممتع، وكثير من أبنائنا الطلبة والطالبات يستمتعون في الحقيقة بالعمل في المجال المسرحي. طاقات من شأنها رفد المسرح العماني بالمواهب الشابة. عائشة طالبة بجامعة الشرقية، فرحتها كانت لا توصف بعد حصولها على أفضل ممثلة بمسرحية في مدينة النساء حدث. كان صراحة المهرجان رائع جدا، تعرفنا على الكثير من الممثلين والمبدعين واستفدنا من خبراتهم واستفدنا أيضا من جلسات النقد، ونتمنى إن شاء الله المزيد من هذا. في ختام النشرة إليكم إعادة لأهم الأنباء.
جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم على جمع من الضباط وضباط الصف والأفراد بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. وزارة الشؤون الرياضية تدشن جائزة إنجازاتنا في المجالين الرياضي والشبابي. عشرات القتلى والجرحى في غارات للطيران السوري ومعارك لقوات الحماية الكردية بريف حلب وبمدينة عين العرب كوباني. نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء. في أمان. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. مع نهاية العام 2014 اخترنا لكم معلومة اليوم لتكون عن أبرز الأحداث المتعلقة بالطقس خلال عام 2014، وسيكون هذا هو عنوان معلومة اليوم خلال الأيام القليلة المتبقية من هذا العام. اليوم سوف نتحدث عن درجة ومتوسط درجة حرارة الأرض والمحيطات الذي بلغ أعلى مستوى له خلال هذا العام، وبالتحديد خلال شهر مايو من هذا العام، وبما يفوق المعدل ب 0.74 من مئة درجة مئوية. إلا أن رصد درجة الحرارة السطحية والذي أعطى هذا الارتفاع في متوسط أو في معدل المتوسط لا يعطي بالضرورة تمثيل دقيق عن الاحتباس الحراري العالمي، ولا بد من أخذ بالاعتبار بدورات المحيطات المتغيرة، حيث أن المحيطات ومياه المحيطات تلعب دورا هاما في امتصاص الحرارة وأيضا في المتغيرات الحرارية. ومباشرة لآخر الصور الجوية، أجواء مستقرة خالية من السحب بوجه عام في معظم أرجاء المنطقة بما في أجواء السلطنة، فقط هنا في أقصى شمال غرب شبه الجزيرة العربية تتدفق بعض السحب أحيانا، وفي أجواء السلطنة تنتشر بعض السحب على المناطق الساحلية والمناطق أيضا الواقعة غرب جبال الحجر والمناطق الصحراوية، ضمن أجواء لطيفة مع درجات حرارة معتدلة في الغالب، باردة نسبيا خلال ساعات الليل. مباشرة لحركة الرياح للنهار القادم، الرياح تستمر شمالية إلى شمالية شرقية على جنوب السلطنة والساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، نشطة أحيانا تصل إلى 25 عقدة مع بحر هائج الموج إلى متوسط، أحيانا يصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر، ورطوبة نسبية تصل إلى 90%. على سواحل محافظة مسندم الرياح لا تزال نشطة شمالية، هنا تصل سرعتها إلى 15 عقدة مع بحر متوسط موج يصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر. أما على سواحل بحر عمان فالرياح كذلك شمالية إلى شمالية شرقية شرقية أحيانا بين المعتدلة إلى نشطة، تصل سرعتها أحيانا إلى 15 عقدة، بحر متوسط موج يصل أقصى ارتفاع له متر ونصف المتر، رطوبة نسبية تتراوح ما بين 30 إلى 80%. إلى أجواء مسقط غدا، تتواجد بعض السحب بشكل متفرق، درجة الحرارة العظمى عند منتصف 20-27 في جنوب الباطنة الجبلية مع فرصة لتشكل بعض السحب، وتنتشر سحب بشكل متفرق على المناطق الساحلية لشمال الباطنة، درجة الحرارة هنا كذلك عند منتصف العشرينات 27 في خصب مع انتشار متفرق لبعض السحب. إلى شمال الشرقية الأجواء مشمسة مستقرة، درجة الحرارة 27 درجة مئوية في إبرة ونزوة وجبل شمس العظمى 5 درجات مع بعض السحب خلال ساعات المساء تبقى محتملة، عبري 26 درجة والأجواء مشمسة بوجه عام، وتنتشر بعض السحب في أول النهار في أجزاء من محافظة البريمي، ودرجة الحرارة تصل عند 27 درجة مئوية. العظمى 27 كذلك في صلالة و26 في ثمريت، وأجواء مستقرة عموما في معظم أرجاء محافظة ظفار جنوب السلطنة. بعض السحب في أول نهار محتمل تشكلها هنا في هيمة والمناطق الصحراوية بمحافظة الوسطى مع درجات حرارة تبقى حول منتصف العشرينات،
وانتشار السحب يبقى حاضرا ضمن أجواء غائمة جزئيا هنا في مصيرة على سواحل الجنوب الشرقية، وكذلك في الأشخرة، ودرجة الحرارة في الأشخرة غدا 25 درجة، تصل عند 28 في صور مع تواجد بعض السحب المتفرقة ضمن أجواء لطيفة كذلك. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة، نلتقيكم غدا بحول الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.